الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الحقيقة المحاضرة اللي ألقاها الشيخ جزاه الله خير كانت قيمة ونافعة، وما ترك شيء يعلق عليه، والحمد لله. يعني الموضوع اللي عنون له دعاة الفتنة تكلم عن الأحاديث التي ذكرت أوصاف دعاة الفتنة، ومن بعد ذكر أقوال أهل العلم، وبعد ذلك بيّن أسماء دعاة الفتنة والأشياء التي صاروا بها من دعاة الفتنة. وعموما هذه الفتنة لما ينظر إليها الإنسان وينظر إلى أصحابها يتذكر بعض الآيات، كقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وكقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. ما هو الكلام اللي قبل الشيخ مزمل قبل شوية؟ الحديث لما يكون ضدهم يفر من الحديث ويمشي للفلسفة والأفكار، ولما يشعر بأن الحديث بيخدمهم وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا ذل السلفيين يقولوا سمعنا وأطعنا، في عسرنا سمعنا وأطعنا، في يسرنا سمعنا وأطعنا، في منشطنا أي إذا فتح الحاكم لنا ما ننشط عليه نقول سمعنا وأطعنا، وفي أثرة علينا، وده محل الإشكال كله، وفي أثرة علينا. قال النووي: أي الاختصاص أن يختص الحاكم ومن معه بالمال، وده اللي بيوجع الناس ذاته. وسط الدنيا كلها قايمة ويؤولوا في الأحاديث ويلخبطوا في الدين ويغيروا في المفاهيم، كله لشنو؟ عشان الحاكم أخذ قروش وما قدام، دي كل المشكلة. لذلك يسكت دعاة الفتنة إذا أعطوا، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. الحاكم إذا أغدق عليهم المال سكتوا، ونحن نعرف الكثير ما لا يعرف الناس في الساحة. كثير من الدعاة الآن من دعاة الفتن يسكت في الساحة، لماذا سكت؟ أدوه مدير قسم في جامعة ومال وأدوه منصب، يسكت. حتى خارج السودان يسكتون لما يعطوا، إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لما يدوا القروش يرفع الحاكم في السماء: هؤلاء الحكام 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 وأمراء المسلمين وحكام الخير والصلاح. لما يدوا أول ما يمنعوا هؤلاء الفسقة الفجرة الطواغيت وأئمة الجور والمنافقون، زي ما بيتكلم بتاع جبرة يطلع الخطبة المنافقون. مرات يجي الرئيس فخامة الرئيس عمر البشير حفظه الله بيجيه مرات بيصلي في عاو، أول ما يجي بيسكت كلمة ما في، ما الرئيس قاعد تقدر تقول حاجة بنجمك كان قلت شيء. خطبة طوالي عن لما الشمل والأمة
القضايا المعاصرة أول ما يغيب الرئيس بيسوي فعلة الدائرة. على أي حال أنت أفهم هذه النقطة، أن هؤلاء هم طلاب دنيا، أفهم هذه المعلومة كما قالها علي رضي الله عنه وأرضاه، هم طلاب دنيا. يوم من الأيام ما بحثوا عن الدين الصحيح. شيخ مزمل الآن بيتكلم عن الأحاديث اللي أولوه وحرفوه، أنت قال هم أولوا الأحاديث عشان هم فهموا غلط؟ ما فهموا غلط يا أخي، هم ما فهموا، فهموا صح، لكن هم طلاب دنيا يشوفوا المكان اللي بجيب القروش وبيمشي عليه. طيب، ومن هنا يا أخواننا أنبه الناس على قواعد سريع إن شاء الله ما بأخذ فيها زمن. أولا، العلماء يقولون إذا أقبلت الفتنة من بعيد عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل واحد. قبل اليوم تكلم علماؤنا من القديم منذ سنوات من عهد الشيخ العلامة محمد ابن أمان الجامي رحمه الله تعالى، والشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين، علماءنا من القديم تكلموا عن شر الإخوان المسلمين وعن فتنة الإخوان من بدري وحذروا الناس، لكن الناس ما انتبهوا لفتنة الإخوان إلا هذه الأيام. طلع التصنيف عالمي إنه الإخوان جماعة إرهابية، الدعاة الليلة بيجوا يتكلموا عن الفتن اللي حاصلة، الربيع العربي الناس مشت معاه كلها، والعلماء السلفيين بيحذروا دي فتنة وخروج على الأئمة، وهذا شر وسفك للدماء وذهاب للأنفس وضياع للأعراض وضياع للأموال. تكلم العلماء السلفيون وخطبوا، ما في زول بيشتغل بهم، لكن بعض ما ذاق الناس الويلات رجعوا إلى كلام السلفيين. بعد ما ذاقوا الويلات، سوريا بلاد الشام بلد الخير، تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 27 عن فضائل الشام، آيات أحاديث عن فضل الشام. يصل أهل الشام إلى درجة التسول في السودان؟ أي فتنة يا أخواننا؟ يعني يكون في شنو ثاني أكثر من كده؟ لا يجد ملجأ، لا يجد دارا، فقد الأهل، تجي امرأة معزولة لا والد ولا زوج ولا أخ، قاعدة في بلد غريب. تخيل الآن أختك وأمك وزوجتك في بلد بعيد، لا والد ولا ولد ولا أخ ولا حبيب ولا قريب، تتسول وتسأل عما في أيدي الناس. تخيل أنت، العلماء زمان لما تكلموا عن هذا الشر الناس ما انتبهوا لهم، لأن الناس كما قال العلامة ربيع حفظه الله تعالى وشفاه شفاء عاجلا، كما قال: الناس يهرعون إلى الجديد والجديد ينطوي على البلايا والمنايا. الناس الليلة بيسأموا الحاجة اللي قدامهم، وأغلب الناس لا يشكرون نعمة الله عليهم. الآن نحن في السودان عندنا من الخير ومن من 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 الفضل من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أشياء كثيرة، زول بيذكرها لك ما في. أمشي الآن خش المجتمع ده على الناس كلهم يتضجروا، يقول لك نحن في شنو؟ أكل ما لاقي ناكل، جعانين، تعليم ما في، علاج ما في، وما أدري شنو إلى آخره. يا أخي اذكر نعمة الله عليك يا أخي، أنت آمن في سربك، آمن يا أخي. يا أخي نعمة الأمان دي سهلة؟ أنت قايلها سهلة؟ ربنا امتلنا على أهل مكة، قال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. ربنا أداك أمان. ومن السنة كما قال الإمام البربهاري: من السنة إظهار
محاسن الحكام. دي من السنة. انت ما تخجل منها اصلك، ما تتدس في المجتمع يقول لك انت كوز ولا شنو، قاعد يدوك حاجة؟ انا ما بدوني حاجة ابدا. لكن من السنة اللي بتقرب بها لي الله انه انا اظهر محاسن الحاكم. ومن افضل الفضائل اللي قدمها يا اخي، افرض ما قدم لك اي حاجة ثانية، لكن حملك اهلك وعيالك يا اخي. الان القوات اللي بتأمن لك، قوات الشرطة وقوات الامن اللي بتأمن لك البلاد، كنت نايم صليت العشاء وكان بتحضر المسلسل حضرتها ها، ورقدت عليك الباب تلقاك نسيته ما قفلته ذاتك، راقد مرتاح، تصحى الصباح تتسوق، صليت الصبح مركت ركبت المواصلات ماشي الشغل، انت ما جايب خبر. في ناس بيأمنوك، في ناس مسهرين ما ناموا، في ناس الواحد ما اكل بيحمي في الصغور هناك، اكل ما في، عساكر واحد ماسك له بندقيه وقاعد هناك، ديل انت كلهم ما عامل لهم حساب، ناس مسهره ما نايمه ها. هذه نعمه يا اخي، اشكر الله عليها، الله بزيدك. لكن الاخوان المسلمين دعاة الفتن يلقوا بلد امن زيده مستقر، يشعلوا الفتنه قبليه، تقوم فتنه قبليه. الان السودان لولا منه من الله سبحانه وتعالى علينا كان يتمزق السودان بالقبليه، ولو قامت فتنه قبليه في السودان حتكون أشر من أي فتنة في أي بلد من بلاد العالم، لأن السودان فيه من المكونات والتعدديات العرقية، وفيه ما فيه من الأشياء التي أعرفها وتعرفونها، ولو قامت فتنة قبلية ما حيسلم أحد. ولكن من نعمة الله تبارك وتعالى علينا أن هدأت الحكومة القبائل وسكنت الأمور وردتهم، حتى بعض القبائل اللي عندها أمور وكذا ردتهم وأدتهم مناصب وأدتهم أموال، والآن الناس عايشين في سلام. يا إخواننا، ما من الواجب علينا نشكر نعمة زي دي؟ نحن نعيش في أمان، نفتح الباب لدعاة الفتن يمشوا يأججوا هنا ويأججوا هنا ويأججوا هنا، ويجوا هم بعد ذاك يقعدوا يتفرجوا، يتفرجوا ويستمتعوا بصراخ النساء والأطفال، استمتع الواحد منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لزوال الكعبة، كعبة يا بيت الله، أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. دل استمتعوا يا أخي بموت المئات، يجي الواحد منهم طالع في الإعلام بيشوف بالشاشة بس، هو قاعد في فنادق في الدوحة، وين قاعدين في الفنادق بيستمتعوا بالشاشات، يعاين في سوريا المباني بالكميات، والأطفال الميتين والنساء والشيوخ الكبار، يعاين يقول لا بد من المزيد من الدماء. شايف ما عندك واحد منهم؟ ولذلك يا أخواننا نحن نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، ونحن كسلفيين بفضل الله سبحانه وتعالى كلامنا واحد ما قاعد يتغير، واحد. جاء عمر البشير حفظه الله تعالى ولا ذهب، كلامنا واحد، الا يجينا واحد كافر، ترى كان جالس الفاكر ده كان بيكون عندنا معه كلام ثاني، لكن ما دام المسلمين كلامنا واحد. ندعو لهم بالصلاح وبالخير ها، لانه بالصبر وبالدعاء وبالدعوه في المجتمع بنصلح المجتمع كله، وده سبيل الاصلاح عند اهل السنه والجماعه. طيب نقطة ثانية، الجميع الآن يتفق، المسلم السلفي والمسلم غير السلفي، بل وحتى الكافر، اتفقوا إنه ما كان من تجربة داعش وأشباهها وصويحباتها، النصرة، الشباب بتاع الصومال وبتاع أيمن الظواهري ذاك اللي اسمه شنون؟ جبهة النصرة وغيره، بتاعت بلادنا القاعدة، كلها اتفق العقلاء، أي زول بيفهم، اتفقوا على أن هذه التجربة تجربة سيئة أساءت للدين وأساءت لأصحابه، صحيح؟ طيب ما هي داعش؟
داعش هي عبارة عن تطبيق عملي لفكر سيد قطب بس. ودي المعلومة دي ما بتموها لك. يعني ممكن الآن تسأل عبد الحي يوسف عن داعش يقول لك داعش، أعوذ بالله من داعش. أيوة طيب، داعش دي شنو وجات من وين؟ جات من فكر سيد قطب باختصار. دعاة الفتنة دل كلهم اللي بيربط بيناتهم شنو؟ ما مزمي لسه فراهم ليه كده فرتقهم، أنا مزار يا رب اطلق بيناتهم كلهم. اللي بيربطهم شنو؟ فكر سيد قطب بس. ولذلك المحاربة الصحيحة لهذا المنهج هي بمحاربة أفكار سيد قطب اللي نشرها بين المسلمين. أنا كنت جايب معي نقولات هنا لكن الزمن ما بيسعنا نقرأ، لكن نخذ مواضيع: كتاب الظلال، كتاب معالم في الطريق الصفحة 101، كتاب العدالة الاجتماعية في النص وفي آخر صفحة من الكتاب بيقول لا وجود للإسلام وارتدت البشرية ونكصت عن لا إله إلا الله. القرضاوي بتكلم عنه الشيخ مزمل قبل شوية، عنده كتاب اسمه أولويات الحركة الإسلامية الصفحة 112، قال التكفير في العصر الحديث خرج من كتب سيد قطب التي كتبها في السجون المصرية، قال وأعلن فيها أنه لا وجود للإسلام. اللي اعترف بالكلام ده منه؟ القرضاوي ده منه. قال ولا بد من إعلان الجهاد على منه، بس أفهموا العبارة دي، دي عبارة القرضاوي، إعلان الجهاد على الجميع. ها يجاهدوا منو؟ كلهم، اللي بيقول انا مسلم واللي بيقول انا ما مسلم. عشان كده سيد قطب قال لابد من التصريح بهذه الحقيقه المريره، وان كانت قال تدغدغ العواطف وتحرج الذين يحبون ان يكونوا مسلمين. خلي بالك معاي، ده بيتكلم عن المسلمين، قال لابد من التصريح لهم أن وجود الإسلام قد توقف، ما في إسلام. وإن كان الكثير منهم يردد على المآذن لا إله إلا الله، قال فإن وجود الإسلام قد توقف. ولذلك سيد قطب كتب كتاب كامل اسمه المستقبل لهذا الدين. ترى الكتاب ده معناه شنو؟ قال الدين الإسلامي هسه ما في، لكن حيجي مستقبلا. ما في، ما في مسلم الآن عند سيد قطب في وقته ده. أها رأيك شنو؟ التكفير جاء من وين؟ كل الأفكار دي، القتل، تلاقي القتل ده مبني على شنو؟ البكتور ده قتلوا على أي أساس؟ قتلوا لأنهم كفروا، أعرف المعلومة دي بس، قتلوا لأنهم كفروا، ولو ما كفر ما قتل. هذه المشكلة كلها، دي المشكلة كلها هنا. عشان كده أعرف الناس الآن بيبدوا لك الحاجة، يقول لك يا أخي داعش، والدار ينبذ كله بيقول لك داعش. أصلاً إحنا وقت يكون داعي نبذونا أول ما يشوف عندك ديجي يقول لك وين يا داعش؟ طيب داعش دي تتم المعلومة للنهاية. الآن هل يقبل عبد الحي يوسف بيقبل بكلام اللي قلناه في سيد قطب ده؟ رأي شنو؟ والله أنا كنت داير لو كان المحلة شوية قريبة للناس، أنا عارف في ناس جايين من بعيد، كان أقرأ لك كلام سيد قطب ده بالنص، هذه الكتب قاعدة أقرأ لك، أقول لا عبد الحي رأيك شنو في الكلام ده؟ بس رأيك شنو في ده؟ قال المجتمعات انقسمت في الارض، اصلا قال مجتمعات قسمين، مجتمع مسلم ومجتمع جاهلي، ده سيد قطب. قال والمجتمعات الموجوده في الارض اليوم حاليا كلها من المجتمع الجاهلي غير المسلم. اها عشان كده سعيد حوي او حوا سعيد كتب كتاب كامل، قال انه من لم يكن من جماعة الإخوان المسلمين فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. انت ما أخو مسلم قلعت رداء الإسلام خلاص بقيت كافر. طيب نمشي بعديها. بناء على هذا الإخوان المسلمون يتلاعبون بالأسماء، يتلاعبوا بالأسماء، يقوموا يدسوا لما يشوفوا الهجمة العامة. الحمد لله عندنا في السودان هنا أعلن الرئيس، ده الرئيس، انت ما بتقدر تقول ولا كلمة ثانية، ده الرئيس بتاع البلد دي حفظه الله تعالى،
أعلن تبرؤ البلد من الأخوان المسلمين. في السعودية صنفوا جماعة إرهابية، منعت كتب سيد قطب، كتب حسن البنا، ممنوعة. ما بتقدر أصلا أمشي لك الظلال وأمشي أتوطح به هناك، يعني وروك لي وأمشي. ما في طريقة. شوف ها؟ لكن من خطورة الإخوان بيتلاعبوا بالأسماء. أول ما جمعة الإخوان صنفوه كده وخلاص، أمشي الآن في السعودية أسألهم قول لهم في أخو مسلم لاقاكم بيجي، يقول لك لا أنا ما في والله. يا سلمان أنت ما أخو مسلم؟ لا لا أبدا ما أخو مسلم. أنت شنو؟ أنا سلفي سلفي. في السعودية يقول لك سلفي، لكنه في الحقيقة أخو مسلم. وهكذا بيتلاعبوا، كل ما يتوسخ اسم يتوسخ في أذهان الناس بيغيروا بيجيبوا اسم ثاني، وهم يا هم ذاتهم. معلومة دي أعرفها، كان في البلد دي كان برا. وجماعة الإخوان المسلمين من أطول جماعات الضلال أرواحا، وهذا بالتجربة، ما بيموتوا بالساهل. هسه تمشي أي محلة، زمان احنا بنشتغل في الجامعات كثير، شوف من باب دي تجربة بالتجربة، ما في آية ولا في حديث. شوف في حزبين أو جماعتين ما بموتوا بالساهل أصلا. روح شفت هلا بقول لك روح كلب، الكلب ده تطقه بعكاز في راسه ست عكاكيز تقول ما تفوت تخليه، بعد شوية تفوت تلقاه يوصل الحلة قبالك. زمان احنا كنا بنطارد وقتنا شفع صغار، بنطارد الكلاب بنكتلن والله مرات بندفنه. رأيك شنو؟ نكون قتلنا تبوها مات تقول ودفناه، نمشي الحلة نلقى قاعد الكلب زايد ما بغبانة. أطول شفتة وأليق الجماعات الإخوان المسلمين والشيوعيين. تجي الجامعة تتكلم عن الفكر الشيوعي وخطر الفكر الشيوعي، تلقى الطلبة كلهم كرهوا الشيوعية، تلقاك مبسوط تقول خلاص ثاني شيوعي ما في، نمشي نشوف لنا موضوع ثاني. والله تلقاهم قاعدين. تجي خاشي صلاة الجامع في مساجد الداخلية، أنا يا خاشي من المسجد الصلاة، تلقى واحد خالف كرة ولا بيزيد اثنين يسايروني ولا شايل سيارة وقاعد هناك ما خش الصلاة. ده شنو أنت قايله؟ ده أنت قايله لا فيها؟ ده شيوعي ما بصلي. ما بموتوا بالساهل. ليه؟ لأنهم بيتخفوا بيتدسوا كده. بقى الاسم بتاعهم شين؟ بيتدسوا. ويجيب لك اسم جديد. أنت تلقاك تكورك الأخوان الأخوان الأخوان، وأنا عندهم اسم ثاني غيروه ذاك. شغالين في المجتمع. يقول لك منظمة المشكات. انت تقول لها المشكات دي كده خلوها احنا نضرب في الاخوان. انت شغال بتضرب بهي، هم شغالين بهنا، هم ذاتهم شغالين بهنا. اعرف المعلومة دي. ولذلك ليس من فقه الداعية التركيز على الاسماء، يعني اسماء الجماعات فقط. التركز على الحقائق، على المناهج، اضرب المنهج. ما تمسك لك اسم تكورك بكثير بيغيروا. عارف الماء بيغيروا والله. وانت بتكون شغال ساي، انت بتدق بجاي البيت، انت بتكسر في البيت ده هنا بتدق، هون راحوا ومشوا البيت اللي هناك وانت بتكسر بجاي. فركز على الحقائق اكثر، اضرب الاسم ومعه الحقائق بتاعتهم. فكر الخروج، فكر التكفير، فكر سب العلماء، كده الافكار بتاعتهم دي انت ركز على ضربها. طيب ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول تعليقا على مسائل الثورات، وانا التعليق عجبني، قال لم يعرف في التاريخ. وشوف ده ابن تيميه، ده الزول اللي بيعرف التاريخ بجد، ما هو لعب ساي، ما نوع زي الدد قال قال بيعرف، ده ما بيعرف شيء. ابن تيميه ده العلماء قالوا كل حديث لا يعرفه ابن تيميه فليس بحديث. ده قرا الكتب دي زمان، يا اخي عمره 19 سنه، قالوا درس كتب النحو واللغه وكتب العقائد وكتب المذاهب الأربعة وكتب الصحاح والمسانيد والجوامع، وجلس للفتوى ولم يبلغ العشرين. ده باقي لك بعد ما تم فوق 30 و40 حيكون عمل شنو؟ قال لم يعرف أن طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان من الشر أكثر مما خرجوا لإزالته. ودي حقيقة. الآن فتش شوف الدول المرقت دي، يا خليك من دير كلهم. العراق يا اخي اللي كان فيها صدام افتى بعض العلماء بكفره وهو بعثي،
وفكر خبيث جدا. مع ده كله الآن العراقيين بل المسلمين عموما بيفتشوا لي صدام في العراق. صدام يجي راجع ثاني لأن الشيعة وطئوا على رقاب العراقيين وغيره. طيب آخر مسألة أعلق عليها وده زي سؤال أورد واحد من الإخوة قالوا إنه أنتوا بتتكلموا عن عبد الحي، في واحد أظن إن جماعة عبد الحي وداير يلقى له طريقة فتوى كده عشان يبرر بها إنه ما يتكلموا في شيخه. قال عبد الحي عينه السلطان حكومة، وقال أنتم ما دام تكلمتوا فيه وإذا تكلمتوا في الحكومة وإذا لا يجوز الكلام في عبد الحي. بالله منو قال لي؟ وإذا عينته الحكومة معناه ما يتكلموا فيه. الحاكم يا إخواننا اللي بيحرم الكلام فيه ونقده على المنابر ونصحه على المنابر هو حاكم الدولة ومن ينوب عنه، الوزراء ونواب الحاكم وكذا، ده ما يجوز الكلام عنهم. لكن ما معنى اي موظف يعني بتاع اللجنة الشعبية بتاع الحلة ورئيس مجلس الآباء انا اقول له الله ياخذ الحاكم، تخيل رئيس مجلس الآباء ياخذ صوفي زي حاكم بتاع شنو. فانت ما تمشي توسع المساله، يقول لك ده في هيئه علماء السودان، وانت قال هيئه علماء السودان دي ما حكوميه اصلا، والناس ما عارفين دي ما هي حكوميه. لكن الاخوان المسلمين بيضخموا، ودي من التلاعب بتاعهم، بيضخموا الاسماء، يقول لك هيئه علماء السودان. تعرف دي هيئه سواها براهم سواها كده، يعني هسه احنا ممكن نعمل هيئه العلماء العظام للسودان. ما يسيب سايسيب ما تابع للحكومة دي يا زول. الحكومة عندها مجلس براو كده بتستفتيه، مجمع الفقه الإسلامي ده حكومي بتستفتيه الحكومة بترجع عليه في الفتاوى وكذا. لكن الهيئة دي بتاعت جماعة بس يتلموا براهم كده وعملوها. على أي حال هو ما من الحكام اللي بيمنع الكلام عنهم، إنما هو من دعاة الفتن زي ما ذكر شيخ مزمل. أنا طولت عليكم والمحاضرة ما افترض يكون فيها إضافة، كما قيل لا عطر بعد عروس، يعني ما افترض يكون فيها إضافة، لكن المهم اتحملوها ومشوا على كده. جزاكم الله خير.